السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في قناتنا على اليوتيوب. يا ريت قبل ما نبدأ بهذا الفيديو تدعمونا بالضغط على زر اللايك، وتشتركوا في القناة إذا ما كنتم مشتركين، وتفعلوا زر الجرس. طبعا وزي ما بتشوفوا من عنوان هذا الفيديو، كيف تزيل ربط الفيسبوك مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى من الببجي، تمام، دون انتظار 7 أيام. يعني ها تيجي تفتح اللعبة وتروح الإعدادات، مثلا انت اشتريت حساب جديد، جبت حساب جديد، بدك تلغي ربط مثلا الفيسبوك، تمام. طيب لما تيجي تضغط على الغاء ربط الحسابات راح يقول لك خلال 7 ايام، اذا ما فات طرف ثاني على الحساب، اذا ما فات راح يلغوا الربط، تمام. واذا فات، اذا فات طرف ثاني على الحساب خلال 7 ايام، يعني ما راح الحساب، يعني حيضل معلق زي ما هو. طيب احنا اليوم حل فوري عندنا، حل فوري 100%، خلال دقيقة واحدة كيف تشيل ربط الفيسبوك من لعبة الببجي بدون أي مشاكل. الآن لو رحنا على حساب الفيسبوك، تمام، حساب الفيسبوك تبعنا، ورحنا على الإعدادات تحت، طبعا شرط أساسي يكون الفيسبوك اللي هو بيكون مربوط على الببجي عندك. لو رحنا على تطبيقات ومواقع الويب، الآن عندك تطبيقات تم تسجيل الدخول إليها بحساب فيسبوك، وعندك التطبيقات ومواقع الالعاب الويب، وعندك الالعاب والاشعارات او ما شابه، عندك هذا اخر شيء، خيار اخر شيء. احنا بلزمنا اللي هو تطبيقات اللي هو تم تسجيل الدخول اليها بحساب فيسبوك، تمام، احنا هذا اللي بلزمنا، راح نضغط عليها، تمام. عندك هنا بتلاقي الببجي عندك، تلاقي الببجي عندك، تضغط عليها، تمام. تنتظر شوية لبين ما يخلص تحميل، نرجع ندخل تاني. الآن يعني زي ما بتشوف لو نزلنا تحت بتلاقي إزالة التطبيق. طبعا أنا ما بدي أزيل التطبيق من هذا، بتلاقي إزالة التطبيق، تضغط على إزالة التطبيق، تمام. فورا بينشال منك اللي هو ربط الفيسبوك من ببجي، وفيك تربطه بإشي تاني بديل عن الفيسبوك، فيك تربطه بإشي تاني بديل عن الفيسبوك فقط. يعني تقريبا هذه الطريقة الشغالة ومضمونة 100% والفورية، يعني في الوقت نفسه بتطبق هذه الطريقة، بنحذف اللي هو الربط تبع الفيسبوك من الببجي، وبهيك تتمكن بسهولة من ربط الببجي بشيء ثاني. طبعا وبهيك خلصنا شرحنا لهذا اليوم. يا ريت إذا عجبكم أيضا لا تحرمونا باللايك، تشتركوا وتفعلوا زر الجرس. عندكم أي استفسار أو أي مشكلة حطوا لي إياها بالتعليقات، وأنا إن شاء الله راح أرد على الجميع. مع تحية أخوكم صيبودة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.